بميز هيدا الفيديو عن باقي الفيديوهات. الفيديو اليوم رح تتعرفوا او حتشوفوا خاصيات جديده ما بتكونوش بتعرفوها قبل على وورزون موبايل. بالنهايه انتوا 3 ارباعكم مش مجرب الوورزون على البي سي، فشي طبيعي ما حيعرف معلومات عن وورزون موبايل. وورزون موبايل بالجيم بلاي تبع اليوم رح تشوفوا اليو اي في هذا يا اخوان، بيكشف لك كل المنطقه. يعني يا اخوان كل المنطقه فيها وان في انمي بيحط لك وان بالضبط، ساعتها لا في كامبرا ولا في شيء. اذا معك اياه لهذا اليو اي في يا بي لا تتسلى، يكون تجيب لك 20 30 كيل بالماب، وفي 150 يعني لعاب، فاذا 150 لعاب من اقل شيء ممكن تجيب لك 20 30 كيل. قبل ببجي كنا نحط مثلا جبت 20 قتله، اما بورزون موبايل اذا الله راد رح صار ال 20 قتله شيء عادي. فالمهم يسعد اوقاتكم جميعا، نرجع لكم فيديو جديد عن وورزون موبايل. اليوم جيم بلاي لذيذ خفيف نضيف زول مره عم تشوفنا على يوتيوب، مهتم بورزون موبايل تقعد حط لايك وسبسكرايب وبس، خلينا نروح على الجيم. ليتس جو بيبي. بسم الله يا كريم، خلينا نبلش بافضل جيم بلاي حاليا موجود باليوتيوب. بيميز وورزون موبايل انه اول ما تنزل او اول ما تبلش الجيم دغري بتبلش فايتات، مثل ما كنتوا شايفين قدامك دغري بيقعدوا بيقتلوا بعضهم العالم بعد. يعني هذا مش جيم محسوب، بس هيك عم يتسلوا لكن اكتمل العدد. فهون اللي فيش ملل ابدا، لايك ويس رصاص استحال بدكم يعني هلا بدزق بس ما كمان دغري بيرجع بينزل. هلا شوف بيرجع بينزل مره تانية وبسلاح غير السلاح اللي كان معه. يعني هلا معه شوت جان، كان قبل معه سلاح رشا، ايه هلا معه بس شوت جان. لايك انا يعني ما خصناش ابدا بالجيم بلاي تبعه، لانه بالنهايه هذا لعيب من سوق الجمعه يا اخوي، شكله بيلعب بصبعان. ها ثانية وبيبلش الجيم. ها واللذة كمان انه كمان في انيميشن اول ما تنزل بالطياره، يعني مثل ما تكونوا ملاحظين في عنا الفريق اللي هو من 3 اشخاص شكله، هذا عم يلعب تريو، فكل واحد وشخصيته. هلا ما فيش سكنات، فهول 3 شخصيات عاديات هاك عادي، بس لو في سكنات كل شخصيه مختلفه عن الثاني حسب السكن، يعني حسب كل سكن معه اياه بالفرق. فالاخ شكله اختار ينزل هون بهيدي المنطقه ستايكو، يعني مع انه بعد النسخه تجريبيه بس ما فيش لاج ابدا. اذا ما طلعت ما فيش لاج ابدا، حتى الجرافيك جدا مقبول، كنا مفكرين الجرافيك زباله بس طلع المصور كان زباله. لايكو الجرافيك عن جد عن جد جدا روعة، ما يعني لو بينزلوا لنا اياها هلا نجربها اوبن بيتا كان افضل. وين فين؟ اه في اويس. حتى كمان اذا بتلاحظوا بالخريطة حاطين له وين في الانمي، يعني ما بيوجعش راسه. يعني اذا ملاحظين من افضل، يعني شو بدي اخبركم؟ الماب ببجي والماب بغير العاب ما بيبينوا لك 100% وين العدو، الا هم بيبينوا لك 100%. اها على كل اللي ضده بوتات مثل ما بتعرفوا، بالنهايه يعني نسخه بيتا ما فيش حدا عم يلعب، كثرت 100 لاعب حول العالم كانوا عم يجربوها. اخ الساوند افكت نفس الشيء ورزون بيم، كل ما تجيب واحد كل بس يقول هذا شوف البيب بتنزل بيم. هذا لا يجي لك فخامه السنايبر، لو معنا سكن لهيدا السنايبر نحن عم نلعب. ياي 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 الله 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 الله. هذا مش لعاب عادي، يعني ممكن يلاقي لعاب او لاعبين عاديات يعني بيعرفوا يلعبوا. لايكو كمان التكتيكال سبرنت، التكتيكال سبرنت ما في ولا لعبه بتجيبها مثل هيدي الحركه، هاي الحركه نوويه. هلا عامل زوت انبلي من هون بيد وحده ما بعتقدش توصل. بيو حتى السنايبر عالم تاني هون، مجال الرؤيه يعني ببجي نيو ستيت بعد ابديتات كثير لحتى ظبطوا مجال الرؤيه. هم مجال ايوه املي مجال الرؤيه واملي الانمي، لاحظت شوفها روح روح حيروح ياخذ ده. لك 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 شنو ادفانس يو اي في، هذا اليو اي في ها فعله كشف كل الانمي بالخريطه، كل الانمي يعني يا اخويا فيش كبره ابدا. لايك هلا كل العالم بيعرف وين هلا هو، مثل ما تكون شايفين اذا ملاحظين في واحد فوقه او تحته بالبنايه عم يطلع له هلا. يا ويلي كشف اماكن اسلحه تكتيكال سبرنت سنايبرات مجال رؤيه. يا بيا يا بيا انت ما تنزل هاللعبه، لاك 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 احنا تحته يمكن اذا طلع لفوق، يعني على الاغلب هو تحت. اها شفته احنا حد هذا مثل المكيف او شيء. بام بوت من سوق الجمعه هيك. خلصنا تلون. لاك 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 ملا سنايبر.
اوف الاول هو كمان يلعب فيهم كمان بالمالتي بلاير. اها لعيبة كود موبايل رح ينقهروا كتير بس تنزل اللعب، يعني الصرف واللعب والتعب على الحساب كله حيروح على الفاضي. يا نانا اها كمان شغلوا ساوند افكت يعني ميوزك كمان بالخلفية وما بتأثرش على الجيم بلاي، يعني عادي بتسمع الأصوات عادي وبتستمتع بالميوزك أحسن ما تزهق. أنا اطلوا الأخ أيوه كمان بتنط عادي وبتفتح الباراشوت أي ساعة اللي بدك، مش مثل ببجي ولا مثل ايبكس. لا ايبكس أصلا إذا نطيت ما بتموتش، بس ببجي إذا نطيت مطرة عالية بتموت. أيوه في قدامي فيكل لحد هلا، بعد لحد هلا ما شفناش حدا فايت أو سايق دراجة. صراخ الدراجة على فكرة كتير سريعة. معقول يا فش غير الدراجة بيمشوا فيه؟ ايوه طلع فق الارمايد عادي، لا ضرب فاي ولا شيء، لو بغير العاب كان ضرب شيء وضل واقف، بس والله قفيها وضل مكفي. اذا بنعمل عملية حسابية معقول الاتيفي ما يوقف ولا بيمشي ولا بيطلع عليها؟ اذا بالحياة الواقعية بعتقد لا بيطلع عليها. اها لك الجرافيك، لا لك الشجر، لا مساحتها شاسعة وورزون، بس مع اليو اي في هيدا اللي هلا شفناه عادي حتى لو شاسعة بتعرف وين كل الانميات وين موجودة. بس معقولي يا ريت لو في هيدا اليو اي في ضل موجود، يعني كل الناس بتعرف وين مطارح بعضها حتى ما حداش يكمبر، وساعتها ما عادش حدا بيستعمل هاك بالنهاية، ساعتها الهاك ما عادش له امي، بصير صار الواحد بيستمتع عادي باليو اي في. عم تشوفوا هون في جلتشات، في شغلات عم تبين ترجع تختفي. في واحد حده على اليمين. بام بام بام. اوه هاي 10 كيل. حلوان. اوف كيف عرف انه في واحد هون هيك؟ حدا شافه؟ انا صراحة ما شفتهوش، كيف شافه؟ بعد في واحد تاني. ايوه في سلف ريفايف بالارض. عم يعبي دروعه. لهون تعال يمكن هذا لعيب عادي. لك اوسع طلطان له خيي بده. شو قال له؟ عارفين كل لعيب قدامه. تسمعوا؟ حيموت حيموت بالفرد. شو عم بحس؟ ذات انه بضوئيه بمطرح ما خصه بالدنيا. لا طفص اللي ضده ولا عمل شيء. قرب منه الانمي. فول دروعه. شو هالصوت؟ معقول هذا؟ لا. بول. بس عم تلاحظوا النار اللي عم تطلع من السلاح بتحس حقيقية، يعني مش بس النار بتطلع ويلا يا بتضوي الدنيا، بضوي السلاح شوي كمان. يا بيي صار 14 كل عم يا زميلي، 50 لعاب بخريطة وحدة مش هنصت معك لقيت لعين عم ممكن يجيب لك 50 كل عم. صاروا 15 كل كمان البوتات كمان صارت تستعمل سنايبر. انت كيف البوتات تلعب بالسنايبر وتقنص؟ هاك الاماكن، لا كل مكان شكل. خلاص حيلعب اول مره ورزون موبايل حيكيف. لعيبة الكسير بيعرفوا شو عم بيصير، يعني ما بكونش في شيء جديد عليهم، بس لعيبة الموبايل يا بي شو حيكيفوا يا بي. وعم بيقولوا انه هلا نزلت السراب لقوة التليفونات، فبداش قوة كتير تليفونات، عادي حيلا تليفون بيمشيها مثل باقي الالعاب. واحد تاني ايش الرزقة. سرق له الكل هديك. بوم. قلت له
عم يخرطش سنايبر. اوكي انمي دروبينج انتو ذا اي او. اما كم صاروا كل هذا؟ 22 كل يا بي. شو هذا؟ ايه بس كلهم بوتات يا اخوان. اذا واحد معه هاك بجيب له شي 200 كل. ما شاء الله بجيب له شي 100 كل 150 كل. والله هذا شكله حيموت من البوت. قتله. بس لك دمه قداش عليك. لزي هلا لحاله بيتعب الدم. ما بدك بندج ولا بدك بطايخ. اي 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 ما لحقش عبى دمه. ايوه سيلف ريفايف. البوت ما بيقوش عليه بس يعمل سيلف ريفايف. ايوه حط البكاسير. شاف معقول يسيبه من هون مسيف بعيدي. والله يا معلم جابه الفيكتوري. كم كل؟ يمكن شي 24 كل. طبعا يا اخوان هذا شفته مجرد اول تجربة للعبة. فيا اخوان يبدو انه اللعبة حتكسر الدنيا واني حاط امال كبيرة عليها. ايه مش مكيف يا مش مكيف يا اخوان اذا مجربها هيك. بس هيك بعد شهر ينزلونا نسخة تجريبية مثل ما عملوا نيو ستيت للبنان لسوريا للسعودية للامارات. هيك يا بيي والله نكيف يا اخوان. فبس يا اخوان اذا ما عم تشوفنا على يوتيوب مهتم بورزون موبايل حط لايك وسبسكرايب. اي شيء بخص بورزون موبايل رح نغطيه على القناة. فبس سلام.